جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل فضل قراءة القرآن الكريم من المصحف كالاستماع إليه من الأشرطة؟ القراءة أفضل من الاستماع. القراءة كون الإنسان يقرأ ينطق بالحروف وبكلام الله عز وجل هذا أفضل من الاستماع، لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالقراءة أفضل من الاستماع سواء كان الاستماع لقارئ أو لأشرطة.